بس جامد الجو ده، حلو قوي. اي خدمه. اتفضل. تسلم يا عم عيد. تسلم يا عم. شكرا يا عم عيد. اتفضل. اتفضل يا جن. ايه الكرسي المكثف ده يا دوت؟ اهو يعني سمك وكده عشان مش انا حرمت من اي حاجه. بدلعك. حلو قوي. حلو؟ وانا ليه الفتره دي لما بقيت ببص لك او بشوفك بحس ان انا اول مره اشوفك، يعني مش جان بتاعت الشركه اللي قفشه دي. تعالي يا مصطفى. ليه؟ انت عارف ان انا كمان كده، بس ده عادي يا دكتور على فكره، يعني عشان احنا زمايل وقدام بعض على طول في الشركه، وعمر ما كان في المساحه دي بيني وبينك قبل كده. خرجنا مع بعض، سافرنا، سهرنا، اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي، في حاجات كتيرة حصلت. أنا اتبسطت قوي يا مصطفى. أقول لك على حاجة؟ هتصدقني؟ صدقك والنعمة. أنا مش عايزة أرجع مصر. طب أقول لك على حاجة؟ هتصدقيني؟ والنعمة. أبلع. اتفضل. أنا مش مصدق إن اليومين دول عدوا كده هوا. تصدق وانا كمان. طب بقول لك ايه؟ تيجي نشرب ازازتين بيره كده بعدين. انت انحرفت يا مصطفى. لا ما ينفعش، انا عايز ارجع. ست بقى ارجع. طب بقول لك ايه؟ ما تفكك من موضوع القطر ده وتيجي معايا على الموتوسيكل. لا مستحيل. مستحيل. انا بخاف. تخافي من ايه؟ الموتوسيكل. ايه تخافي من الموتوسيكل؟ ايوه انا بخاف عادي، ان انا ممكن نروح مشوار قصير اوكي، انما طريق سفر بقى وافضل في الهواء كده لا ما اقدرش، مستحيل طبعا. طب بص يعني فكك موضوع الخوف ده وتعالي نتكلم. هيجرى ايه لو انت جيتي معايا؟ تبقي معايا الموتوسيكل؟ مش هيجرى اي حاجه صدقيني. الموضوع كله قضاء وقدر. انت لو انت في القطر ماشي بالقطر ممكن تحصل اي حادثه طبعا، فجاه يحصل اصطدام بعد الشر، يعني القطر يقع يحصل اي حاجه. خلاص يا مصطفى. بس ممكن ده يحصل في الموتوسيكل يعني عادي. ايوه انا فاهمه وجهه نظرك كويس، بس برضه مستحيل انا مش هركب وراك البتاع ده، مش عايزه اعمل كده. انا جان تعالي معايا. مش عايزه يا مصطفى. كلي فلفل. اوكي كلي فلفل. ميرسي. تسلم محمد. خدي فلفل. لذيذ محمد. لذيذ. ما انا باكل اهو. هتيجي معايا؟ مش عايزه يا مصطفى. ليه؟ ايه رايك في فلفل؟ تحفه. الله يخليك. خدي ليمون. مش عايزه. خدي ليمون. خلاص. ما بحبش ليمون على الكبده انا. جانا عايز اكلمك في حاجه. نعم. تعالي معايا. اقسم بالله ما بهزر. والله ما تخافي، والله مش هزود عن 140. ما تحاولش تقنعني لان انا مش هقتنع، وانا عاده لما بفكر في موضوع بحطه في دماغي خلاص ما بشيلوش من دماغي. مش هتقدر. ما هو كل حاجه حواليك هتتغير يعني. صدقيني والله مين قال لك كده؟ لا مش كل حاجه حواليا هتتغير، انا كل حاجه حواليا هتفكرني بكل حاجه حصلت لي. كل كل يا جنة. بس ممكن الناس تتغير، ممكن الحاجات اللي حواليك دي تتغير فانت هتتغيري. فاهمه حاجه؟ ايوه انا ممكن اغير حاجات حواليا، بس يعني ممكن اغير بابا وماما كمان؟ لا بابا وماما دول احلق لهم. احلق لهم؟ فاضلهم. عيب يا مصطفى. اسف. اوكي خدي كبده. اوكي حط ليمون على الكبده. حب تبقى كبده بالليمون. والله كبده بالشطه والليمون. ما بحبش. طب خدي فلفل. انا هريت فلفل يا مصطفى، سامحني. ما هو شوف بس والله كل حاجه هتتغير، مثلا ابتدي تغيير ان انت مثلا ما تخافيش من الموتوسيكل وتيجي معايا. ايه رايك؟ واضح ان انا بتكلم من الهوا. بقول ايه؟ ايوه. هو الموضوع محتاج تفكير. سيبني ادرسه واحاول ان انا كده اقنع نفسي ونشوف هنقدر نعمل ايه. تدرسي وتقنعي انك حاسبه يا جن. والله حاسبه. انت مجنون، انت كبير. كبده حلوه يا مصطفى، تعالى
فلفل. خدي الفلفل يا جنى. يا نهار ابيض. الواد فاشل في كل المواد. ده نجح ازاي ده؟ مأساة. شهادة الميلاد؟ شكله وحش قوي. انت بتفتكري ايه بقى اللي يخليه يكذب عليكي؟ معرفش. ممكن عشان اخر مش عايز ثانوية عامة بس؟ كان كذب في دي بس، لكن ده كذب في كل حاجة. يلا في داهية. أكيد عنده سبب يكذب عليكي. تفتكري بيشتغلني لمجرد الاشتغالة؟ أنا لسه أشوف الواد ده. ما تشوفيش وحش، ما تشوفيش وحش يا أختي. تبقي قاعدة معاه تلاقيه بيطلع أصوات من كل حتة. وبيته، بيته يا هي صفيحة زبالة كبير. الله يقرفك، قرفتيني مش عايزة أشوفه أصلا. بس يبقى تعملي إيه بقى يا شر الصورة؟ هقولك. أنت قولي لهم أنا مش عايزة أعرف أو مش فاضية، عندي مشاغل، مشغولة. ده عيبي، عيبي وتخلفي في نفس الوقت. اشوف حاله صعبه زي دي منيله في ستين اتمسك بيها اكتر. وانا عارفه ان انتي متخلفه، عندك عيوب كتير على فكره مش ده بس. مش عارفه انصاحبك على ايه. عارفه فاتي ادم انت فين بقى؟ بقى البيت. ليه في حاجه في البرنامج؟ لا خالص، انا بطمن عليكي بس. ما بس يا حياتي. يلا باي باي. لا يا ستي، لا شكرا على واجب. فتحي. ايوه ايوه. ايه؟ يلا باي. بقول لك ايه صحيح. انا نسيت اقول لك انك ما تروحنيش معايا تاني لانك كسبت الرهان. رهان ايه؟ مش فاكره. انا احنا طلعنا حماد طلع مش تمام ولا لا، او طلع عيل شمال كمان. ماشي يا سيدي، انت صح. اوكي خلاص، هشوفك بكره. طيب فتحي. ايوه. عم بتحب تعرف مني حاجه؟ بسألني على طول وبلاش لف ودوره. ماشي؟ عشان انا بفهم كويس قوي وبعرف الناس، ولا يمكن كنت هخرج معايا. فاهم؟ على فكره سناء هي اللي ممكن تكون خرجت معايا. ممكن برضه من ورا شريف. ولا انت شايفه ايه؟ باي باي. باي باي. والله؟ ايه النظام؟ نظام ايه؟ ده فتحي يا بنتي. ده فتحي يا بنتي. ماله فتحي؟ وحش فتحي؟ انا مانيش في الكلام ده خالص. بعدين زمل كده في الشغل، احنا الاتنين اصدقاء كده. هم ايه؟ اصدقاء ولا زمايل؟ المهم يعني احنا شغل بس. بس؟ بس. طيب. ما عندكيش حاجة تانية غير الحركة؟ لا كلي وانتي ساكتة. فستق. تفاح. فيش فستق؟ ما تلاقيش. الأخضر ده. هو ده. البنت دي الأخبار إيه؟ راحت للمحامي النهاردة عشان ترفع قضية خلع، بعد كده روحت نامت. مش عارفة معنى البنت دي. مستغرباها جدا. ليه؟ لو مش مرتاحة معاها تسيبه أحسن. بس السيف طيب قوي. بس عينه زيغة قوي. هي بصراحة صعبة جدا. انا ما بعرفش اتعامل مع هديل على فكرة. مش سهلة، صعب. خلاص يبقى هما الاتنين يسيبوا بعض. احنا ناقصنا حد يعني؟ في حد تاني من اصحابنا؟ هبة. هبوب اخبار ايه؟ هبة بقى يا ستي هتروح النهاردة لباباها تقول له انها مش عايزة العريس، وقالت للعريس انها مصاحبة. يا نهار ابيض، راحت قالت للعريس انها مصاحبة؟ يلا
وماله؟ انتي مالك عامله زي شيخ الحاره؟ ليه؟ هو ما عندي بيقول عليه شيخ حاره، ما علينا، انتي عامله زيه وخلاص. ايوه ليه يعني؟ عشان عارفه كل الاخبار يعني. ايه يعني قاعده على الباب بتسالي كل رايح وجاي اخبارك ايه؟ وانا مالي؟ انتوا اللي بتروحوا تعملوا مصايب تيجوا تصبوها عندي، انا مالي؟ تصبوها عندك دي يخلو هيجري. والله غريبة اللي هو. طب ايه تاني؟ مين تاني عندنا؟ الاخت جين، بما انك بقى قاعدة على الباب. تصدقي ما اعرفش عنها اي حاجة. اعرف عنها بس انها في اسكندرية. هي لسه في اسكندرية. يا ترى يا اخت جين هترجع لنا بمصيبة زي اصحابنا كلهم ولا لا؟ اكيد. في واحدة بقى مهمة قوي وتحبيها وبتعشقيها وما بتقدريش تستغني عنها. روحي روحي روحي. ايوه روحي 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 الروح. عايزين نعرف بقى اخر اخبار ايه. ايه يا سكر اخر اخبار ايه بقى؟ انها حقيره وسافله ومنحطه وواطيه وبتاعه فتحي وعايزه تضرب بالشلته. يا نهار اسود، هبوظي التسريحه، تعبت فيها على فكره والله، تعبت. ده انا اول مره اعمل التسريح. يا بتاعه فتحي هتسيبك انت. مش عارفه هي دي قاعده تخي شويه. جان ايه؟ انت لسه صاحيه؟ لسه بس بحاول انام. طب تمام ماشي. بقول لك ايه؟ بما ان انت عايزه تسافري الصبح يعني وتسافري بالقطر، صحيني اوصلك في طريق يعني. لا مش هعمل كده. يا ستي ولا تقليني ولا حاجه يعني، صحيني مالكيش دعوه. انا عارفه ان اكتر حاجه بتضايقك انك تصحى بدري. مين قال لك كده؟ انت مصطفى. طب انا رجعت في كلامي. خلاص ماشي صحيح. طيب تمام يلا تصبح على خير. ايه الصوت اللي حواليك ده؟ ده التلفزيون معاك بتصلى شويه. طب يلا اقفل التلفزيون وحاول تنام عشان اعرف اصحيك بدري ما تغلبنيش. حاضر يا ستي يلا تصبح على خير. وانت منال. في حاجة يا هبة؟ لا يا أمي مفيش، ريحي شوية اليوم لسه طويل. ريحي إيه بس يا هبة؟ أنت فكرك إن أنا نايمة؟ أنا مش قادرة أستحمل أشوف الحاجة رقد الرقدة دي، مش قادرة. إحنا نحمد ربنا إنه اتلحم. إن شاء الله الورم يتلحم. الدكتور طمني. يا رب بحق جاه النبي، ده ما كانش بيرتاح إلا لما يزور بيتك ويزور حبيبك النبي. يا رب ما تخليش الحج يتوجع، خليني انا بس الحج. لا ما تقوليش كده، لا انت ولا هو. ابويا هيبقى كويس باذن الرحمن يا امي، انا متاكده. يا رب يا رب. ممكن تريحي شويه بقى. راحه فين؟ هطلع لبرا شويه. يا بنتي بلاش السيجاره اللي على الريق دي، صحتك. حزن. انت قاعد هنا من بالليل؟ كنت فاكراك مشيت.
عادي يعني. ما روحتش ليه؟ ما يصحش انا ست بنات يعني اروح واسيبك في الظرف ده. عارفه يا هبه؟ الراجل اللي جوه ده على قد ما انا ما قعدتش معاه كتير يعني، بس اتعلقت بيه قوي. حاسس ان هو زي ابويا. ابوك راجل بجد. راجل ومفيش زيه. دايما يقول لي انا ظهري كابت. النهارده بس عرفت قيمه الكلمه دي. اهدي بس يا ست البنات، ما ينفعش يعني تعملي كده. ان شاء الله هيبقى زي الفل. هيعمل عمليه يا رب. هيبقى زي الحصان ان شاء الله. بس لازم تكمتي كده بس عشان على الاقل يعني عشان خاطر الحاجة. ايوه يا ماما ماشي حاضر. ماشي انا هطلع لماما. طيب بقول لك، وانت قلت الحاجة حاجه اللي اتكلمنا فيها امبارح؟ لا طبعا، وما ينفعش اقوله غير لما يقوم بالسلامه. ده أقول كده برضه. شكرا لتعبك، وعلى فكره تقدر تروح يعني لسه بدري على موعد العمليه. ايه بس ست بنات عارفين اصول برضه. حزن زباله. تاكسي وصل من فضلك. تاكسي موجود يا فندم، والشنط موجوده فيه. ميرسي قوي. ميرسي. اوبا ما صحتنيش زي ما قلت. هو انت ايه اللي صحك بدري كده؟ بدري احنا في عز الليل يا جان في ايه؟ طب ما تطلع تنام تاني. انا عملت تشيك اوت اصلا، قلت ارجع مصر النهارده يعني. خلاص يلا تعالى كده معايا. ايه في أنا ما عنديش كلام ما تتكلميش؟ تعالي اركبي معايا، مشي شوية على البحر قبل ما نسافر وبس. أنت مجنون؟ مش طبيعي؟ أنا مجنون ومش طبيعي، إيه بقى مشكلتك؟ طب شنطتي أنا هعمل فيها إيه؟ هتسيبيها في التاكسي ونمشي وراها أو يمشي ورانا، هنعرف نجيبها. هو أنت لما جيت من مصر يعني عملت إيه في شنطتك بالظبط؟ في السوبر جيت، ولما جيت هنا استلمتها من السوبر جيت. ايه المشكله يعني؟ انت قصدك يعني ان انا اوصل لك شنطك وانت تبقى تاخدها مني هناك؟ ده فعلا يا جان، اصلا عارفه بمصلحه. ايه يا جان، ما انا كنت حاططها في السوبر جيت وخدتها من القاهره. ايه المشكله؟ يلا تعالى تعالى. انا هرجع في القطر يا مصطفى. تمام قشطة، يبقى أشوفك بقى في القاهرة. سلام. فيكي كل حاجة حلوة، دكتورة وجميلة، أهلك علموكي كل حاجة، بس لسه علموكي تحبي حد تاني غير نفسك. ألو ألو، في إيه؟ لف وارجع، لف وارجع يا مصطفى.
لا بص بقى، انا قررت ما افكرش وشرطي ادت سواق التاكسي فلوس علشان يوديها مصر انا اخدها منه. ماشي اوكي كاش. انا هركب بس على شرط. ايه؟ مش عايزاك تمشي بالكامل. حاضر. تمشي بالراحه. حاضر. وما تعملش صوت عالي. حاضر. وتاخد بالك من رصيف. حاضر يا جان. وتاخد بالك من الاشارات. حاضر يا جان. مش عايزه مشاكل. انت هتفضل كده؟ افضل كده ازاي يعني؟ تيجي نشرب السجارة دي مع بعض؟ لا مش عايز. طب ما تفهمني بقى انت هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه يا محسن؟ هتعمل ايه في موضوعك مع هديل يا عم سيف؟ يا سيدي لما اشوف هي ناوية تعمل ايه بفكر انا هعمل ايه؟ ما هو بقى رد فعل حضرتك دوت على اللي حصل بينكو يوم عند انجي ويوم في الورشة، هي كده رمت الكرة في ملعبك. بقولك ايه يا محسن؟ انت عملت ايه عشان علاقتك بمراتك تتظبط؟ تحرجنيش بقى سيف بقى، دي اسرار بيوم. اسرار ايه وبتاع ايه؟ لخص قول. بص يا سيدي، انا عملت عكس كل حاجه انا بحبها. فاهم حاجه؟ لا استنى، شكلك هتقول كلام كبير. هات السيجاره الجامده دي. هو ده الكلام يا اخي. امسك ولع يا باشا. مش ولع. ولع انت يا باشا، ما انا من الصبح مش عارف اولع، مش لاقي ولاعه. قول بقى. بص يا سيدي اشرح لك ازاي. يعني مثلا انا كنت برجع البيت متاخر، بقيت برجع بدري، كنت بقعد امرز على نسوان في الشوارع، بطلت امرزهم. كنت مثلا بخرج لوحدي، بقيت باخدها معايا في كل الخروجات. كويس. وبعد كده بقى اكتشفت ان كل الحاجات دي خليتها ما تنكدش عليا. كلام جميل جدا. بص، حكايه ان انا ارجع بدري مقدور عليها، اخدها معايا في خروجات ماشي، بس حكيت ان انا ابصش على النسوان دي احاول يعني. لا لا لا، هتحاول وهتقدر يا عم. انا عندي عيال عايز اربيهم، خايف عليهم من المرمطه. وبعدين انت ولا انت ولا هديل عندكم عيال. طب ايه الذكاء ده؟ اكيد انا ما عنديش عيال، يبقى اكيد هديل ما عندهاش عيال. صدق صح. هات 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 السيجاره دي. كفايه صح. أنا كل اللي أنا عايز أقوله لك إن أنت دلوقتي الدفة بقت في إيدك. يعني إيه بقى؟ يعني أنت لو عايز تطلق طلق، عايز ترجعها طبعاً ده في وجع دماغ على ما ترجعها وحوارات ودنيا. واللي أنا شايفه بصراحة إن هديل مراتك ما بقتش طايقاك، ولو شافتك هتتف في وشك. إيه يا ابني؟ إيه 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 الرغي والألفاظ دي؟ ملف السعد يا حبيبي. يا ابني أنا بنصحك. انصحني إيه؟ ده منظر واحد بينصح. أمال لو عايز تلبسني في الحيط هتعمل إيه؟ هو المفروض ان انت دلوقتي لازم تعرف انت هتعمل ايه. مش عارف يا محسن، كل اللي اعرفه ان انا بحب هديل جدا. الله، بحبها. تصدق ممكن يعني اشوف حاجه كده على وزن بحبها. هديل هدوله بعت لها جواب، هدوله ولا سالت فين، هدوله انهي الاسباب، هدولة ما تحني على الأيض. مش طب والله العظيم انت بتحبها وهي بتحبك، وانا متأكد بلا طلاق بلا وجع قلب. بقى فيش في دي حاجة يا مصر حبيبي. كيف من اول حاجة؟ هات الفوطة. فوطة؟ اتفضل. انت جاي تقرفني على فكرة يا محسن. يا عم اقرفك ايه؟ والله كلامك كله راجل ما بيجيبش ولا يودي. سبحان انت بتحبها وهي بتحبك وكلام ما يجيبش. اديني يا اخويا مرمي في الوش. وغير الاحوال. الحب عمل ايه بقى؟ اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع اللي بقول لك عليه، اسمع اللي بقول لك عليه. صدقني لازم انت اللي تحرك الدنيا، الدفى في ايدك انت، انت لازم تشوف الموضوع رايح فين. انا مش هحرج نفسي معاها كتير يا محسن، مش قادر. كل ما بحاول هي بتصد بتصد بتصد. بص انا اول مره اتدخل في الحوارات دي بالشكل ده، بس اللي انا اعرفه إن مراتك بتحبك أوي أوي أوي. وأعمل إيه بإنها بتحبني وده منظر علاقتنا؟ يا ابني حافظ، يا ابني حافظ على العلاقة. صدقني ما عادش حد بيلاقي حد النهاردة بيحبه، كلها علاقات مزيفة. طب انصحني يا عم الفيلسوف. انصحني بتلتلم الكرة في ملعبي.
ما انت قاعد ترغي تقول اعمل ومش اعمل ايه؟ حاول تعمل زي ما انا بقى. يعني كنت فاكر ارجع بدري ومش عارف اخدها معايا وبص على ان هو ده اللي هيرجع العلاقه. بص انا اقول كلام فاضي يعني. هقول لك مراتك زي مراتي. الله اعلم. مش عمالين بيكلموا بعض وطلعوا عارفين بعض وفاهميني وعارفين كل حاجه. انت بتتكلم بتقول عشان خاطر العيال. رابعا احنا ما عندناش عيال. على الاقل لو هي هتقبل اللي انت بتعمله برضه عشان خاطر العيال. انما هدي ايه اللي هيجبرها انها تعمل كده؟ مش عارف بصراحه. بس انا اقدر اقول لك ان انتوا لازم تقعدوا مع بعض وتتفاهموا وتقربوا من بعض، يمكن عيد الموضوع تاني كرر. يا ابني قفله قفله، ده بلوك تماما. انا اصلا بطلها من شباك المنور. طب اخلي مراتي تكلمها تاني يمكن. سوري. ما يجراش حاجه. هو اللي اتنيل اساسا. هو بايظ خلقه. وهي المفروض ان مراتك عارفه اللي هي بتكلم هدي؟ ايوه يا عم مراتي عارفه انها بتكلم هدي ليه؟ ده هما بيكلموا بعض من زمان واحنا الاثنين ما نعرفش. ايوه ما هي مراتك عارفه يعني؟ اه مراتي عارفه، عارفه ايه؟ ما اعتقدش ان ده هيجيب حاجه مع هدي. دماغها ناشفه وزي الذباب. طب نعمل ايه؟ تيجي زي ما تيجي بقى. سيبنا اشتغل بقى، الناس جايه تستلم حاجتها. بقول لك ايه، المفك ده اسمه ايه؟ مش عارف. هو بيربط. والله تصدق. ايوه والله العظيم الدنيا صغيره. ما يجيب البتاع ده لفه كده، انا عايز اشوف. مفيش يا استاذ. ديانا، ديانا زين. انت مجنون؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ وبعدين هو انت هتجيلي 6 الصبح يا ابني متخفي كده؟ انت عامل في نفسك كده ليه؟ متنكر. ليه؟ هو احنا بنسرق؟ عشان ما حدش يتبعني ولا حد يمشي ورايا. مجنون رسمي. تسأليني انا بسرق؟ طبعا بنسرق، انا مش رحت عشان اسرق معلومات. ولا ايه يا استاذه؟ فكري قبل ما تتكلمي يا دكتوره. تاني دكتوره؟ ايه دكتوره دي؟ ما هو بصراحه بقى استاذ حسين ده محتاج دكتور نفساوي، يا اما تحطوه في مستشفى. ليه؟ انا اقول لك ليه. ايه الجورنان ده؟ تلاقيش ده تمويه مخبي في الروبورت. بص يا ستي، الراجل ده ابو طيار. طب استنى بقى ثانية واحدة. اتفضل. انت حضرتك بتعملي ايه؟ بسجل عشان ابقى فارغ المعلومات بعدين. اسف جدا. في ايه يا زين؟ حضرتك كده شكلك ناوية تسلميني تسليم اهلي للحكومة. ثانية واحدة، انت رايح فين؟ اسلمك ايه؟ انا بسجل الحاجات دي، انا اللي هسمعها لوحدي، محدش هيسمعها غيري. اتفضل كمل. ماشي يا ستي، 1 2 3 تست بيسجل؟ ايوه بيسجل، اتفضل. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. الواد ده ابو طيار. انا قصدي مش طيار يعني اللي هو بموتوسيكل شغال في مطعم يعني ولا حاجه، لا. تصدق ان انا كنت فاكره كده؟ كمل يا زين قبل ما تشل. ما تشر عليكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو الطيار ده اتجوز ام سلينا ودي سويسريه. عاشوا في اسكندريه لان ابو حسين اصلا اسكندراني. هناك بقى في اسكندريه عيله ابو حسين طلعوا عينيها وقرفوها الولايه السويسريه دي، لان ام احمد ابو حسين اللي هي في نفس الوقت جدته كانت عايزه تتجوز ابنها لبنت اختها اللي هي حسين يقول لها يا بنت خالت ابويا او بنت عم مرات. بس كفايه. انا لو حتى سمعت الكلام ده لوحدي في التسجيل هتلخبط.
المهم ان سيلينا حماتها ما كانتش بتحبها. وبعدين فالراجل بقى اخد مراته ونقلها مصر في العباسيه وخلفوا حسين. خلفوا حسين بقى هناك في الوقت ده. ابوه نفذ رغبه امه واتجوز بنت اختها، وابتدى يعمل مين؟ ام حسين اللي هي سيلينا السويسريه. ركزي معايا حبه شويه. عم شكري بقى بيقول انه كان بيسيبها بالشهرين من غير حتى ما يودها ولا يشوفها ولا حاجه، ولا كان فارق معاه ابنه ده خالص نهائيا. الست سيلينا دي بقى كانت فنانه واشتغلت في الجورنال في قسم الاعلانات، وكان حسين في طفولته ما بيفرقهاش وما كانش عنده صحاب، ما كانش له صحاب خالص غير امه. ابو حسين خلف هناك في اسكندريه ولد تاني، ولما عرف ان سيلينا اشتغلت اتخانق معاها وضربها، وكان ده قدام حسين. وفي اليوم ده حصلت لها حادثه وماتت. حسين كان عنده 12 سنه، راح ابوه واخده ومدخله ايه مدرسه داخلي، واتقطعت اخباره عن حي العباسيه. ماشي يا زين كده تمام. لا لسه، ما انا رحت بقى المدرسه الداخلي دي وعرفت ان حسين ده كان عبقري بيفكر اسرع من اي حد في العالم اللي معاه، وبرضه ما كانش له اصحاب هناك، فقري، وابتدى يبقى عنيف بزياده. اتخرج من المدرسه وكان مجموعه كبير. في الوقت ده ابوه مات وراح اسكندريه عشان يدور على حقه في الميراث بتاع ابوه، ما خدش حاجه. انت عرفت الكلام ده منين؟ ما انا سافرت اسكندريه ورجعت. المهم اهل ابوه طردوه فرجع القاهره وما دخلش جامعه، وابتدى يشتغل في الجورنال اللي كانت فيه امه، وقعد بقى يتنقل من هنا لهنا واتنقل لغايه ما وصل للوكاله اللي هو فيها دلوقتي. وانت رحت الايجنسي؟ لا حضرتك، انا رحت له الوكاله، انا ما اعرفش حاجه عن الاجانس. كمل يا زين. على فكره هو مكروه قوي في الوكاله دي، بس المهم انا لما رحت له بقى البيت لقيت نهار اسود. ما عالجتوش ليه كمان؟ انت رحت له البيت؟ الله. وقابلته كمان، امال ايه؟ نعم؟ ما بصراحة بقى لما سألني أنت مين؟ قلت له في واحدة اسمها الأستاذة البشمهندسة الدكتورة سارة بتجمع معلومات عنك. يا نهار أسود، يا نهار أسود. اطلع بره يا زين. أنت بتضحك عليا، أنا مش بهرج على فكرة، اطلع بره. أنا بضحك معاك يا دكتورة. أنا رحت البيت بس شفته كده من بعيد يعني. عايز أقول لك إن جيرانه كلهم محدش طايقه. الجرع اللي اسمه حسين ده محدش بيحبه خالص. مفيش غير عم شكر بتاع العباسية وجارهم القديم. اللي هو بيتردد عليه وبيزوره لحد وقتنا هذا. ممكن حضرتك بقى تمديلي على أقوالك؟